النشوى السكري. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكم مستمعين أينما كنتم، وأهلا وسهلا فيكم عبر أثير إذاعتنا ألف ألف أف أم الموج السعودية، وحلقة جديدة من طبابة. يسعدنا أنه إحنا نصحبكم على الهواء مباشرة لمدة ساعة ابتداء من الآن وإلى الساعة 2 بعد الظهر، حوار طبي جديد مع ضيف مميز من ضيوفنا اللي دائما بيكونوا معانا وبيشرفونا في برنامج طبابة. في كل حلقة من حلقات برنامج طبابة، ومثل ما عودناكم أعزائي المستمعين، بنقدم دائما موضوع طبي بنتكلم فيه عن المستجدات في علاج الأمراض والوقاية منها، وأبرز التقنيات الحديثة التي تحافظ على صحتنا وترفع من معايير الرعاية الصحية. إذا حابين تستمعوا للحلقة من خلال الراديو، بإمكانكم الاستماع على الموجة FM من جدة 101، الرياض الموجة 94، الدمام 107.5، من مكة المكرمة 102.5، ومن المدينة المنورة 104.5. أيضا بإمكانكم الاستماع إلى البث المباشر للبرنامج من خلال موقعنا على الإنترنت alif-fm.com. الحلقة هتكون متاحة بإذن الله تعالى خلال 24 ساعة. اللي حابب أنه يشارك الحلقة لأي أحد مهتم بموضوعها هتلاقوها موجودة في حسابنا على اليوتيوب ألف ألف أف أم. تقدروا تتواصلوا معنا أعزائي المستمعين من خلال جميع حساباتنا على السوشيال ميديا، فيسبوك، تويتر، إنستغرام، واليوتيوب. تقدروا كمان تتواصلوا معنا من خلال التواصل المباشر على هاتف البرنامج 012-61-61-100، أو من الواتس 055-66-89-01. موضوعنا اليوم موضوع برضو على درجة كبيرة من الأهمية. اليوم هنتكلم عن التقنيات الطبية الحديثة في زراعة الركبة. تعتبر عمليات استبدال المفاصل وتحديداً مفصل الركبة من بين أكثر العمليات شيوعاً، حيث يستعان بها للأشخاص الذين يعانون من التهاب أو مشكلة وراثية أو كسر جزئي أو كلي أو احتكاك وخشونة في المفصل، مما يستدعي التدخل عبر وسائل مختلفة أو التدخل الجراحي عبر استبدال المفصل بآخر اصطناعي. غالباً ما يواجه الأفراد الذين يقومون بإجراء هذه الجراحة أو هذه العملية تحديات كبيرة في المشي والحركة. البعض قد يضطر إلى إعادة العملية مرة أخرى. مع تطور الذي يشهده الطب والذي تشهده هذه العمليات، أصبحت هناك تقنيات جديدة ساهمت بشكل كبير في تحسين النتائج، وهو الأمر الذي يتطلب مهارة عالية من الطبيب وتقنيات متطورة. ما هي زراعة الركبة؟ ما هي نتائجها؟ إلى أي مدى نجحت في تحسين النتائج مع الأشخاص الذين استخدموها؟ هذه الأسئلة هنطرحها اليوم على ضيف حلقتنا اللي بيشرفنا، الدكتور طارق محمد أحمد حسن، استشاري جراحة العظام والمفاصل، تخصص جراحة زراعة وإعادة زراعة الركبة. أرحب فيك دكتور طارق، وأهلا وسهلا فيك ضيف عزيز علينا في برنامج طبابة. اهلا عليكم. السلام استاذ نشوى، مساك الله بالخير، ومساء الخير لجميع المستمعين. الله يسلمك يا دكتور. طبعا يا دكتور، موضوعنا اليوم موضوع يعني زراعة الركبة او استبدال مفصل الركبة، موضوع مهم، ويمكن تحديدا هو مهم عند يعني هو مهم لجميع الشرائح، لكن تحديدا لشريحة كبار السن. فتحديدا يا دكتور، خلينا نبدا مع حضرتك الان، نعرف ايش هي عملية زراعة الركبة. عملية زراعة الركبة هي يعني المتعارف عليها باستبدال مفصل الركبة الطبيعية بركبة صناعية مصنعة من عدة قطع. نعم. تتراوح أقل شيء 3 قطع، وقد تمتد إلى 5-6-7 قطع. استبدل الركبة الطبيعية بحيث أنه
المريض يقدر يتعامل مع حياته اليومية ويقدر يمشي وتزول عنه الآلام وهكذا، يستعملها بصورة نحن نقول شبه طبيعية. ممتاز. طيب خلينا دكتور الآن يعني نعرف طبعا عملية استبدال المفصل هذه بتكون في نهاية المطاف، أو هو الإجراء اللي بيتم اتباعه في النهاية بعد المرور بمراحل مختلفة من العلاج. ففي البداية خلينا يعني نعرف من حضرتك إيش اللي بيتم اتباعه مع المريض اللي بيعاني من مشاكل في الركبة. نعم، المريض بداية مشاكله هي معظم المشاكل اللي تؤدي إلى استبدال الركبة هي احتكاك أو خشونة الركبة. نعم. اللي هو تآكل المادة الغضروفية اللي تغطي سطح عظم المفصل. نعم. من أسفل عظم الفخذ وسطح عظم الساق. تمام. عندما تتآكل هذه الطبقة الغضروفية يصير العظمين يتلاحمون في بعض، وهذا اللي يؤدي إلى الألم الفظيع، ويؤدي بالتالي إلى عدم القدرة على المشي والحركة الطبيعية. ممتاز. تبدأ هي بدرجات مختلفة، طبعا لا تحصل بين يوم وليلة، ولكن تبدأ تدريجيا، والتطور بتاع الاحتكاك والخشونة من درجة إلى درجة يستغرق سنوات بعض الأحيان. في بعض الناس تستغرق سنة سنتين وتوصل لمراحل متأخرة، وفي بعض الناس تأخذ 10 إلى 15 سنة حتى توصل الدرجة التي تستدعى إلى التدخل الجراحي. نعم. دائما المريض يبدأ في بدايات الأمر لما يبدأ يشعر بالألم وكذا يجي يفحص عند الطبيب العظام ويشوفه ويشخص أنه عنده بداية احتكاك وخشونة، نبدأ بأساليب غير جراحية في البداية، احنا نسميها أساليب تحفظية اللي هي غير جراحية. نعم. وتتدرج هذه الأساليب بأشكال مختلفة، تتراوح من علاجات معينة إلى مسكنات إلى علاج طبيعي وأشياء أخرى، حتى توصل بعض الأحيان إلى حقن المفصل بمواد تساعد المريض أنه يمارس حياته اليومية. ولكن طبعا كلها أشياء آخر المطاف فيها عند بعض الناس توصل إلى الجراحة، وقد لا توصل هذه المرحلة إلا بعد سنوات. تمام يا دكتور. طيب متى بيلجأ الطبيب إلى حل الجراحة؟ يعني هل هذا الحل بيكون بما أنه يعني استنفذنا كل الطرق السابقة، ولا في حالات معينة ما عاد يصلح إلا استبدال المفصل؟ عادة في معظم غالبية العظمى من المرضى بعد استنفاذ كل العلاجات التحفظية، يعني بالرغم من هذا المريض ما زال يعاني، وتستدعى الأمر أنه يأخذ مسكنات بصورة يومية وحركته اليومية، ما قادر أنه يعيش حياته اليومية في العمل سواء في البيت أو في المنزل أو في العمل. وأيضا نجي نفحص ونشوف إحنا درجة الخشونة من ناحية سريرية. نعم. رجله والأشعة تبين والفحوصات تبين أنه خلاص هذا المريض وصل مرحلة ما عاد ينفع فيها العلاجات التحفظية، ذاك الوقت إحنا نعرض عليه استبدال مفصل الركبة. بعض المرضى ما يكونوا أصلا أخذوا العلاجات التحفظية ولكن يجوا متأخرين، يقول لك كان فيني ألم لسنوات طويلة وأنا ما سويت شيء وما رحت راجعت في مستشفى أو عند طبيب وكذا. من بداية الأمر من أول وهلة نشوفه هذا وصل مرحلة أصلا متأخرة لا تتقبل مسألة العلاجات التحفظية وهكذا. تمام يا دكتور. ولكن طبعا في معطيات كثيرة يعني في اختيار المريض المناسب، تعتمد على درجة الخشونة اللي عنده، وتعتمد على صحة المريض العامة أيضا، هل صحته تسمح بجراحة لهذا الكبر؟ تعرف هذه المواضيع تيجي في ناس يعني غالبية العظمى منهم فوق 55 فوق 60 فوق 65 سنة وكثير منهم بيكون عندهم يعني أمراض أخرى مزمنة بحكم التقدم. نعم. في العمر. نعم. 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 طيب كيف بيتم اختيار المريض في الحالة هذه؟ يعني زي ما حضرتك تفضلت غالبا بيكون لكبار السن، يمكن فوق 55 أو أكثر، وغالبا كمان من الملاحظ وأعتقد حضرتك يعني هتصحح لي لو المعلومة خطأ، إنها بتكون للنساء أكثر من الرجال، بحكم إنه النساء يمكن طبيعة حياتهم الأمومة والإنجاب والأشياء هذه كلها يمكن بتأثر على عظام المرأة ومفاصلها أكثر من الرجل. والله طبعا الإحصائيات الطبية تبين أن الغالبية العظمى من الناس اللي يحتاجون أو يوصلون لمرحلة استبدال المفصل فعلا
من النساء أكثر كثير من الحريم. نعم، الرجال ما في يعني سبب طبي واضح تقدر تقول ليش هذه كذا، ولكن عظامهم طبيعة عظام النساء ما هي زي الحريم، فيها شاشة للعظام، الوزن الزائد، عمل المرأة الكثير عبر السنوات وتعبها سواء في بيتها وكذا، استهلاكها لركبتها قد يكون أكثر من 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 الرجل. ولكن دائما تبين فعلا عندنا يعني من كل، لو أخذنا مثلا أنا في 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 عملي أنا، من كل 10 مرضى أسوي لهم استبدال المفصل يمكن 8 بيكونوا نساء واثنين رجال. 80% نسبة كبيرة. 80% تقريبا. جميل. طيب هنعرف من حضرتك دكتور طارق كيف تتم عملية استبدال المفصل، ما هي الأساليب المختلفة وعلى ماذا يعتمد كل أسلوب طبعا، وبرضو كمان هنعرف من حضرتك ما الذي يتوقعه المريض بعد إجراء عملية استبدال المفصل. هذه الأسئلة هنعرف الإجابة عليها بعد ما نطلع فاصل قصير، نرجع بعده لحلقتنا. لازلنا نستقبل أسئلتكم واتصالاتكم على هاتف البرنامج 012-61-61-100 ورسائلكم على واتس البرنامج 055-66-89-01. معانا الدكتور طارق محمد أحمد حسن، استشاري جراحة العظام والمفاصل، تخصص جراحة زراعة وإعادة زراعة الركبة. فاصل وراجعين. والسكري. حياكم الله من جديد مستمعين الأعزاء، وأهلا وسهلا فيكم مرة تانية في برنامج طبابة على ألف ألف إف إم الموج السعودية، ومع ضيف حلقتنا الدكتور طارق محمد أحمد حسن، استشاري جراحة العظام والمفاصل، تخصص جراحة زراعة وإعادة زراعة الركبة. موضوعنا اليوم عن التقنيات الطبية الحديثة في زراعة الركبة أو في استبدال مفصل الركبة. لازلنا نستقبل اتصالاتكم على هاتف البرنامج 012-61-61-100 ورسائلكم على واتس 055-66-89-01. أرحب فيك مرة تانية دكتور طارق وأهلا وسهلا فيك. مرحب بك أستاذ. يا أهلا وسهلا. طيب دكتور، إحنا كنا نسأل قبل الفاصل نقول عملية استبدال مفصل الركبة لها أنواع مختلفة ولها أساليب متعددة تعتمد طبعا على الحالة وعلى مدى ملائمة التكنيك هذا لوضع المريض، فخلينا نتكلم الآن عن أنواع هذه العمليات يا دكتور. عمليات المفصل الصناعي للركبة طبعا هي بدأت يعني في منتصف تقريبا القرن الماضي ميلادي، حوالي قبل 70 سنة أو أقل شوي. وعبر السنوات تطورت يعني تطورات كثيرة جدا جدا، ولكن الطفرة الحقيقية حصلت يعني في نهاية التسعينات وبداية الألفية هذه. تمام. كل مريض له حسابات مختلفة وله درجة خشونة مختلفة من المريض الآخر، وله درجة تعد إعاقة مختلفة من المريض الثاني، وحجمه يختلف، وزنه يختلف، طوله يختلف، عمله يختلف. فلذلك الآن صارت إحنا نقول الأوبشنز يعني أو الخيارات المتاحة لنا، طفرة اللي حصلت في مجال استبدال الركب في 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 المعدات وفي أنواع المفاصل صارت كثيرة، بحيث إنه الطبيب أو الجراح يقدر يختار ما هو أنسب لكل مريض. نعم. عكس ما كان يحصل زمان في قبل سنوات، إنه يعني نوع أو نوعين أو ثلاثة أنواع هي تركب في كل المرضى. لكن الآن تختلف، وحتى وصلنا مرحلة أنه قد يختلف إذا المريض مثلا يحتاج الركبتين هم تعبانين ويحتاجون إلى جراحة استبدال، وصلنا مرحلة حتى إنه ممكن تركب في كل ركبة اليمين أو اليسار، يختلف اليمين من اليسار، بحيث إنه يعني تحاول تحل كل المشاكل اللي موجودة في هذا المفصل في كل ركبة أو في كل مفصل على حسب حالته، على حسب حالته اللي يراها الطبيب مناسبة في ذا في وقت العملية. تمام. طبعا هي فقط أنا ذكرت في البداية الأمر إن هي تآكل المادة الغضروفية اللي على سطح العظم، ولكن عندما يتطور الوضع ويتطور المرض أو إذا والمريض تأخر في إجراء الجراحة لأي سبب كان، تتأثر الأشياء الأخرى اللي حوالين المفصل مثل الأربطة والأوتار والغضاريف الأخرى وكذا. بعض الأحيان هذه أيضا تستدعى التعامل معها في الجراحة، فقد يختلف الأمر من مريض لمريض
ومن ركبة إلى ركبة في نفس المريض ونختار ما هو أنسب له. والشركات العالمية الآن صارت تصنع يعني أنواع كثيرة تناسب كل مريض حسب حوجته. جميل يا دكتور. طيب هناك دكتور تخوف عند الكثير من الناس من هذه العملية، يعني مجرد ما الدكتور يقول والله إحنا الآن لازم نعمل استبدال للمفصل، رغم أنه المريض بيكون بيعاني أصلا وتعبان، وغالبا بتكون طبعا سيدة مثل ما حضرتك ذكرت النسبة الأكبر يعني من النساء، وأغلب النساء بتكون أوزانهم إلى حد ما يعني زايدة شوية، فبالتالي بتشعر المرأة بآلام صعبة جدا في الحركة، في صعود الدرج، في أي شيء، وبالتالي الخيار المتاح في عملية استبدال المفصل رغم أنه قد يكون الخيار الوحيد المتاح، لكن بيشعر الناس دائما بالخوف من هذه العملية دكتور، فما رأيك في هذا الكلام؟ نعم طبعا يا أختي، هي يعني كلمة عملية أو جراحة يعني وقعها على أي إنسان ليس بقليل، والخوف دائما من المجهول يعني شيء طبيعي. نحن طبعا بالنسبة لنا كجراحين نعم نتعامل مع هذه الأشياء بصورة يومية وكذا متعودين عليها، لكن هذا في حياة المريض هذا حدث هام جدا جدا. نعم، ولذلك الآن يعني واجبنا إحنا أيضا كجراحين وكأطباء نطمنهم ونملكهم المعلومات كاملة وتوعية المريض ما قبل العملية بكيف إجراء العملية وكيف طريقتها وما يجري بعدها والخطة العلاجية ومتى حتطيب ومتى حتمشي ومتى الألم حيزول وهكذا. هذا يعني بيلعب دور كبير جدا جدا في تطمين المريض. ممتاز دكتور. أيضا هو طبعا يعني لا تخلو من المشاكل بعض الأحيان العمليات، ولكن الآن بالتقنيات المتاحة وبأنواع المفاصل المتاحة نسب النجاح صارت عالية جدا جدا. عندما يسألنا المريض يا دكتور كم نسبة النجاح هذه العملية، الآن وصلت نسبة النجاح تقارب 98% فما فوق. ممتاز. نعم جميل. طيب خلينا الآن دكتور نتكلم عن هذه العملية، كيف بيتم التحضير من قبل المريض قبل العملية، وإيش اللي بيتوقعه بعد إجراء العملية؟ جراحة استبدال الركبة أنا أسميها هي يعني مش كلمة عملية بس، هي رحلة للمريض. الرحلة هذه تبدأ من العيادة ما قبل العملية، زي ما قلت لك يعني توعية المريض، تمليكه للمعلومات كاملة، نشرح له من الألف إلى الياء ما سوف يحصل له في الفترة القادمة. نعم. بعد أن يعرف المريض ويقرر أنه خلاص هو أو هي موافق على العملية، نبدأ الإجراءات بإجراء فحوصات وتحاليل للتأكد من صحة المريض، هل تسمح بإجراء هذه الجراحة أم لا. مثلا معظم عنده سكري واللي عنده ضغط واللي عنده كوليسترول واللي عنده كذا، نتأكد انه الاشياء هذه كلها امورها جيدة وجاري التحكم عليها. نعم. زيارة طبيب القلب لاجراء انه ما في مشكلة خفية ما تظهر لكي لا نفاجأ اثناء او بعد العملية بشيء احنا ما ندري عنه. تمام. لما تخلص كل هذه يدخل المريض المستشفى، ومعظم المرضى بيجلسون حوالي 3 إلى 4-5 أيام حسب الحالة بتاعته الصحية. نعم. والآن صار المريض يعني تجرى معظم العمليات الآن تجرى بالبنج النصفي، العملية الروتينية خلينا نسميها تستغرق حوالي ساعة إلى ساعة ونصف بالكثير، ويطلع المريض ويبدأ في نفس اليوم المساء أو على الأكثر ثاني يوم الصبح بدء العلاج الطبيعي وبدء المشي على رجوله وبدء اكتساب الثقة في هذه العملية، وتستمر الفترة العلاجية والتأهيل بعد الخروج من المستشفى يعني إلى بضعة أسابيع. ممتاز. لها تقريبا 3 أسابيع إلى 5 أسابيع تقريبا، ويبدأ المريض يعني يمشي بشكل طبيعي. يبدأ يمشي بشكل، في البداية يحتاج إلى معينات ومساعدات من العصا أو ما يشابهها في الفترة الأولى إلين ما يكتسب الثقة في رجله ويحمل عليها بكل ثقله في البداية ويشعر بأنه خلاص هي ماشية في تحسن. طبعا تصاحب العمليات هذه بعض الآلام بعد الجراحة، اللي هو أنا أقول للمرضى من أول يوم يختفي ألم الاحتكاك والخشونة، ولكن يبدل
بألم الجراحة زيها وزي أي جرح ثاني، إذا جراحة في الأمعاء أو جراحة في اليد أو غيرها يعني. جميل دكتور. ولكن هذه الآلام طبعا لها أيضا أساليب طبية للتحكم عليها، وحصل طفرة كبيرة جدا في عالم علاج الألم ما بعد جراحة استبدال المفصل. نعم، تفاصيل أكثر هعرفها من حضرتك عن علاج الألم ما بعد استبدال المفصل وعملية التأهيل للعودة مرة أخرى للمشي وللحركة بشكل أقرب ما يكون إلى الطبيعي إن لم يكن طبيعيا بنسبة 100%. وهنعرف كمان من حضرتك عمر المفصل الصناعي اللي بيتم تركيبه، هل بيستمر مدى الحياة، هل لابد من إعادة تغييره بعد فترة أخرى، لماذا قد يضطر البعض إلى إعادة استبدال المفصل مرة ثانية. هذه الأسئلة وغيرها هنعرف الإجابة عليها بعد ما نطلع فاصل قصير. لازلنا نستقبل فيه أسئلتكم على هاتف البرنامج 012-61-61-100 ورسائلكم على الواتس 055-66-89-01. فاصل وراجعين. والسكري. ورجعنا لكم مرة تانية مستمعينا الأعزاء في برنامج طبابة على ألف ألف أف أم، ومع ضيف حلقتنا الدكتور طارق محمد أحمد حسن، استشاري جراحة العظام والمفاصل، المتخصص في جراحة زراعة وإعادة زراعة الركبة. موضوعنا اليوم عن التقنيات الطبية الحديثة في زراعة الركبة أو استبدال مفصل الركبة. لازلنا نستقبل أسئلتكم على واتس البرنامج 055-66-89-01. حياك الله دكتور طارق وأهلا وسهلا فيك مرة ثانية. أهلا بك أستاذ نشوى، أهلا بالمستمعين. الله يسلمك. طيب دكتور، إحنا بنقول إنه التقنيات الحديثة الآن تطورت بشكل كبير جدا في عمليات استبدال مفصل الركبة، الشعور بالألم صار أقل، فترة النقاهة بعد العملية كمان صارت أقل، قدرة المريض على استعادة حياته بشكل طبيعي صارت أفضل من قبل يعني. فخلينا في الأول يا دكتور نتكلم عن ما بعد العملية والشعور بالألام وعملية التأهيل هذه. حضرتك قلت بتاخذ عدة أسابيع، بتعتمد على إيش وإيش المطلوب من المريض خلال هذه الفترة؟ طبعا فترة التأهيل ما بعد العملية تختلف أيضا من مريض إلى مريض حسب درجة الاحتكاك وحسب كبر العملية اللي أجريت له أو لها. لكن بصورة عامة تطورت، اللي خلى إنه فترة التأهيل تقل هو التطور اللي حصل في إجراء العملية نفسها والتكنيك الجراحي أو الأساليب الجراحية اللي تطورت عبر الزمان. تخلي الجراحة أسهل سواء على الجراحة أو على المريض. كيف تفتح الركبة، كيف تخيط الأربطة، كيف يركب المفصل، يعني كل هذه حصل فيها، مش بس نوعية المفاصل، الأساليب الجراحية هي أيضا اختلفت وخلت التعامل مع الأربطة والعضلات وكذا بصورة أقل، بحيث إنه تأثيرها على المريض بعد العملية يكون أقل، وبالتالي يكون فترة التأهيل تقل جدا. يعني مثلا قبل 10 أو 15 سنة كانت فترة التأهيل والعلاج الطبيعي تستغرق ما يعني حوالي 3 أشهر فترة طويلة. أشهر. نعم فترة طويلة جدا جدا، وتستدعى أنه المريض كل يعني في الأسبوع يجي 3 أو 4 جلسات في المستشفى، وتستهلك وقت ومجهود كبير وألم كثير. لكن الآن معظم المرضى تتراوح 3 إلى 4 أسابيع، 10 إلى 12 جلسة حق العلاج الطبيعي، والموضوع يكون يعني ماشي في من جيد إلى أحسن. جميل دكتور. طيب بالنسبة دكتور يعني لنتائج العملية، حضرتك قلت إنه النتائج بتختلف من مريض إلى الثاني، بتختلف على حسب طبعا التكنيك نفسه أو التقنية اللي تم استخدامها، تختلف على حسب نوع المفصل، برضو كلمنا عن هذه الجزئية دكتور. التكنيك في الجراحية تنقسم إلى 2، الأسلوب اللي تركب به المفصل الصناعي الجديد، زي ما ذكرت كيف نتعامل مع الأنسجة والأربطة والعضلات حوالين المفصل بطريقة نحاول إنه نركب مفصل صناعي بأقل تأثير ممكن للأنسجة اللي حواليه.
تمام. من غير ما تقطع الأربطة وتاني تيجي تتخيط، من غير ما تقطع الأوتار وتاني تيجي تتخيط وكذا. نعم. احنا نسميها بالانجليزي المينيمال انفيزيف سيرجري او الجراحة ذو الجرح القليل. ايضا انواع المفاصل الان تطورت وصارت مقاسات المفصل. طبعا كل عظم او كل شيء في جسم الانسان له حجم، الاحجام اللي تناسب كل مريض، كل ما تركب شيء يناسب المريض اكثر كل ما فتره النقاهه والالم اللي يجي بعدها ايضا يكون اقل. اساليب التحكم على الالم بعد العمليه ايضا حصل فيها تطور كبير جدا جدا. تبدأ من أثناء العملية نحقن أدوية معينة عشان تقلل الألم ما بعد العملية، نحقن هذه الأدوية داخل المفصل نفسه، ونتعامل مع الأعصاب اللي تغذي الركبة عشان نحاول نقلل الألم بعد العملية. تمام تمام. في أساليب كثيرة جدا الآن تطورت يعني متاحة للجراح. ممتاز دكتور. طيب السؤال دكتور اللي يطرح نفسه، كم عمر المفصل الصناعي اللي بيتم تركيبه؟ هل نتيجة العملية بتستمر ولا بتكون لها مرحلة مؤقتة ولازم يرجع يعيد العملية مرة ثانية؟ هذا طبعا سؤال مهم جدا جدا ونسأل له كثير جدا. صعب جدا على أي شخص يقول هذا المفصل عمره الافتراضي كذا والنوع الثاني هذا عمره كذا. و كان لما بدأ يعني لحد قبل 20 سنة كان المتعارف عليه أن المفصل الصناعي هذا إذا جلس 10 سنوات إلى 15 سنة يعني خلاص. لكن أيضا الآن التطور في التقنيات والمواد الخام اللي تصنع منها المفاصل الصناعية صارت تعيش كثير جدا. الإحصائيات الأخيرة تبين أنه إذا مفصل صناعي نوع جيد ويتركب بطريقة جيدة والعملية مشت كويس، يعني عندما المريض يكون بعد 20 سنة من العملية نتوقع أنه 95% من المرضى يكونوا لسه حاسين أنهم مرتاحين وما في ألم واستعماله جيد وكذا. تمام. فإحنا دائما الآن نقول نحاول أنه إذا المريض في نهاية الخمسينات أو في بداية الستينات من عمره إنه هذه عملية واحدة تقضيك باقي عمرك طويل وعمره طويل إن شاء الله. إن شاء الله. حضرتك قلت. لكن طبعاً نعم. تحدث بعض الأحيان أشياء يعني غير مقدرة ما في يد المريض ولا في يد الطبيب، تؤدي إلى إنه بعض المرضى أقل منهم، وأنا أقول أقل عشان ما نزعج الناس، يعني يمكن أقل من 5% من المرضى يحتاجون إلى إعادة مفصل لأسباب معينة. هعرف من حضرتك هذه الأسباب، وهعرف من حضرتك كمان بالنسبة للنساء غالبا بيكون عندهم هشاشة عظام أو ترقق في نسيج العظم، كيف بيتعامل أو كيف بيكون التعامل مع المفصل؟ هل بيكون في مشاكل من تركيب أو تبديل المفصل بمفصل معدني أو مفصل سيراميكي مثل ما حضرتك قلت إنه المفاصل المواد المستخدمة بتكون مختلفة؟ هعرف الإجابة على هذه الأسئلة بعد ما نطلع فاصل قصير ونرجع بعد ونكمل حوارنا. لازلنا نستقبل أسئلتكم اللي هيجاوب عليها الدكتور في الجزء الأخير من الحلقة على واتس البرنامج 055-66-89-01. فاصل وراجعين. طبابة مع نشوى السكري. رجعنا لكم مرة ثانية مستمعين الأعزاء في الجزء الأخير من حلقتنا اليوم من طبابة مع ضيفنا الدكتور طارق محمد أحمد حسن، استشاري جراحة العظام والمفاصل، متخصص في جراحة زراعة وإعادة زراعة الركبة. حياك الله دكتور طارق وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. طيب دكتور احنا وصلنا للجزء الأخير من حلقتنا اليوم، في النهاية دكتور بس قبل ما نقفل الحلقة في عندنا برضو بعض المحاور كذا نبغى يعني الإجابة عليها. بالنسبة دكتور لأنواع المفاصل، حضرتك ذكرت أنه في أكثر من مادة بتستخدم في المفاصل، وبناء على المادة هذه طبعا بيعتمد عمر المفصل يعني أو مدى استمراريته مع المريض. أيوة، هي طبعا مش نوع المادة اللي يعتمد عليها استمرارية المفصل، هي أنواع المفاصل وما يناسبها من شكلها ومن حجمها وكذا.
أنواع المواد الخام اللي تستعمل منها المفصل بدأت زمان بمواد اللي متعارف عليها الستينلس ستيل، وتطورت بعد كده إلى البلاتين والتيتانيوم، ولكن الآن معظم التصنيع للمواد الخام هذه صار من مادة خليط ما بين مادة اسمها الكروم والكوبالت. تمام. الخلطة هذه هي تصنع منها المعادن الآن، ووجدوا أنها تعيش لسنين طويلة جدا جدا، يعني قد تفوق عمر الإنسان حتى. ممتاز. هذا بالنسبة للمواد المعدنية، لكن أيضا في قطعة تركب من أحد القطع اللي تركب في المفصل، قطعة ما يسميها بالعامة قطعة بلاستيكية، ودائما هي هذه هي المشكلة اللي بتخلي المغ يعني تحدد أكثر عمر الافتراض للمفصل. وأيضا حصل فيها تطورات كثيرة في تصنيعها وخلطها بمواد تخليها تعيش أكثر وكذا. تمام دكتور. طيب دكتور، بالنسبة للنساء غالبا بيكون عندهم هشاشة عظام، كيف بيتم التعامل مع هذه الحالة؟ هل بالإمكان زراعة المفصل بشكل طبيعي، ولا ممكن الهشاشة تأثر على العملية؟ الإجابة السريعة على هذا السؤال إنه الآن نقدر نعمل عمليات لأي نوع من الهشاشة في العظام، ولكن دائما إذا في هشاشة عظام ونفحص المريض ونعمل له تحليل حق الهشاشة ونجد إنه عنده هشاشة عظام كثيرة، كان التقليدي إنه نحاول نبدأ بعلاج هشاشة العظام أول، نعالجها ثم نجي بعد فترة نجري العملية. الخوف دائما عند هشاشة الناس اللي عندهم هشاشة العظام إنه ينكسر العظم حوالين المفصل أثناء أو بعد العملية بفترة، لو لا قدر الله المريض طاح وانكسر. تمام. ولكن علاج هشاشة العظام يستغرق يعني بعض الأحيان شهور إلى سنين، وما فيك تنتظر والمريض تعبان ومتألم وغير قادر على العمل والمشي وهكذا يعني شهور والسنين هذه. ففي أنواع مفاصل صناعية أو جراحات تجرى نحط فيها قطع أخرى إضافية نسميها دعامات، بحيث أنه تحاول تحمي المريض ما بعد العملية من انكسار أي عظم حوالين المفصل، وفي الفترة هذه أخذ العلاجات المناسبة لهشاشة العظام. فقادرين الآن على إجراء العمليات عند النساء بالذات اللي عندهم هشاشة عظام يعني من غير خوف. ما شاء الله. طيب حضرتك ذكرت نقطة برضو مهمة، وهي أنه في بعض الحالات قد يضطر المريض إلى عمل إعادة زراعة للركبة أو إعادة استبدال المفصل. إيش هي الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى هذه الحالة؟ وإنتوا يعني يمكن حضرتك متخصص تحديداً في هذه النقطة، وهي إعادة زراعة الركبة، وهو يعتبر من التخصصات القليلة والنادرة اللي حضرتك طبعاً بتتميز فيها عن غيرك. أيوة طبعاً، إعادة جراحة إعادة مفصل الركبة هذا علم كبير جداً جداً، واللهم لك الحمد إنه عدد المرضى اللي يحتاجون إعادة الجراحة طبعاً هم أقلة. نعم. ولكن هذه تحصل لعدة أسباب. نعم. من أهمها كان في الماضي زي ما ذكرنا في الفترة اللي فاتت هذه، إنه لو مثلا مريض أجريت له جراحة استبدال المفصل وطلع ولا قدر الله في الدرج طاح وانكسر حوالين المفصل الصناعي، هذول لا يتعامل معاهم كإصابات أو كسور عادية وتثبت جراحيا وكذا، يعني بعض الأحيان يحتاجون إنه يتعاد عملية المفصل ويتصلح الكسر في نفس الآونة بمفصل صناعي يحل المشكلتين مع بعض. هذه نادرة جدا جدا. السبب الآخر اللي ممكن يحصل إنه يحصل التهاب جرثومي. أي معدن في الجسم سواء كان في مفصل صناعي في أي مفصل، أو لو شخص عنده كسر عنده مسامير أو شريحة أو كذا، أو شخص مثلا في القلب عنده دعامة معدنية أو كذا، دائما المواد المعدنية في جسم الإنسان بتكون معرضة لالتهابات جرثومية. والالتهابات الجرثومية هذه ممكن تحصل لعدة أسباب، لكن عندما تحصل والإحصائيات العالمية تقول إنه نسبة حدوث التهاب جرثومي في مفصل ركبة صناعي أقل من 1%. ممتاز. ولكن طبعا نسبة إنه الآن آلاف المرضى يجرون العمليات هذه فهي نسبة يعني معتبرة. إذا حصل هذا أيضا يجب أن تجرى جراحة أخرى
لتنظيف المفصل الصناعي وتنظيف ما حوالينه من بكتيريا أو جراثيم وهكذا. ويتم بعدها تركيب المفصل الجديد. الآن تركيب مفصل جديد وهكذا. ممتاز دكتور. يعني وأيضا السبب الآخر اللي ممكن يجرى له إعادة الاستبدال إنه المفاصل الصناعية اللي أجريت قبل 20 سنة مثلا وكذا خلاص عمرها الافتراضي انتهى. وصار المريض أيضا الآن تاني يعاني من آلام والمفصل صار يتخلخل داخل الركبة، ولذلك نجري عملية ثانية، نأخذ المفصل القديم يخلع من المفصل ويتركب مفصل جديد ويعيش فترة طويلة إن شاء الله. إن شاء الله. طيب دكتور، بالنسبة للأصغر عمرا يعني الشباب مثلا، لو شخص تعرض إلى حادث لا قدر الله، صار فيه كسر، صار عنده مشكلة، عمليات استبدال المفصل بالنسبة للأعمار الصغيرة يعني هل بتعطيله برضو حياة طبيعية؟ يعني احنا نعرف بالنسبة لكبار السن هو بس يبغى يمشي بطريقة طبيعية، لكن بالنسبة للشاب يبغى يمشي، يبغى يركض، يبغى يعني يبغى يمارس حياته بشكل طبيعي جدا، فهل استبدال المفصل بيعطيله هذه الإمكانية؟ نعم بيعطيهم الإمكانية هذه، لكن إجراء جراحة المفصل الصناعي في الأعمار الصغيرة نادرة جدا جدا، يعني نادر ما نوصل أو نشوف حد مثلا أقل من عمر 40 أو 45 سنة يستدعى إلى مفصل صناعي. إذا هذول حصل لهم إصابات أو إذا إصابة أو حادث، نعم ممكن التعامل معها بالأساليب التقليدية لتثبيت الكسور وهكذا يمارسوا نشاطهم، ولكن في أقلة أنا في حياتي العملية في أقلة منهم استدعى الأمر استبدال المفصل ويعملون. يعني عندي مريض كان عمره حوالي 25 سنة أو صغير، هو متخرج من الجامعة وحصل له حادث حركة سيارة، ومن ضمن الخطة العلاجية كان قرر له أن يجرى له مفصل صناعي. هذول بيتعاملوا معها بصورة شبه طبيعية. نعم قد لا يعيش المفصل فعلا لأنه استهلاكه عند الصغار أكثر من استهلاك الشخص اللي كبير في السن، وهذا يؤدي إنه يمكن بعد 20 سنة أو كذا يستدعى إلى جراحة أخرى تخديه لباقي عمره، ولكنها ممكن. والآن أنواع المفاصل الصناعية الموجودة يعني إحنا نقول نحاول يعني نعيد الوضع إلى ما يشابه الطبيعي بحيث إنه يقدر يعيش حياته بشكل طبيعي، يمارس الرياضة ويقدر يمشي مسافات طويلة ويقدر يعمل معظم الأشياء اللي يقدر يعملها. ممتاز. اللي مشهور في هذه في 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 أحد اللعيبة التنس البريطانيين عمره في بداية الأربعينات استدعى مفصل صناعي وما زال يرجع يلعب التنس بصورة محترفة. يعني ما شاء الله. طيب دكتور، ما الذي يميزكم في مركزكم عن أي مركز آخر بالنسبة لهذه العمليات؟ أنا أعمل طبعا في مركز مستشفى الدكتور سليمان الحبيب في الرياض، ونحن من أول المراكز اللي بدأت في مجال استبدال المفاصل عامة واستبدال الركبة خاصة. اكتسبنا طبعا يعني خبرات عبر السنوات، ونعمل كفريق متكامل وعدة أطباء وجراحين، والقصة هذه طبعا هي مش فقط الجراح، الجراح فريق متكامل، هي فريق متكامل وعمل متكامل من أطباء آخرين، ونستعين بالأطباء. إذا احنا ذكرنا انه هذول دائما برضو ناس كبار السن وعندهم مشاكل أخرى، ونستعين بأطباء القلب وأطباء الغدد والسكر والباطنية وهكذا. والفريق يشمل طبعا أخصائيين العلاج الطبيعي والتمريض والتخدير وما إلى ذلك، فكلها صارت يعني هي منظومة متكاملة. نعم، إضافة طبعا للتقنيات المتطورة. نعم ونتطور دائما ونسعى دائما إلى التطور ونواكب كل ما يحدث في العالم الخارجي. والآن إجراء هذه العمليات عندنا مستشفى متخصص قد يكون أول مستشفى في الشرق الأوسط ما شاء الله، عمل وأنشئ وأسس وتعمل مخصصا لجراحة استبدال مفاصل الركبة. ما شاء الله، يعني لكم يعني بنتمنى لكم طبعا مزيد من التوفيق والنجاح، ونتائج العمليات يعني هي التي تتحدث عن
عن هذا التفوق اللي أنتم ما شاء الله أنجزتوه، وهو تفوق طبعا يحسب لمركز ومستشفى سعودي، وفي النهاية النجاح يعم طبعا ويجعلنا جميعا نفخر فيه. أنا بشكرك جزيل الشكر الدكتور طارق محمد أحمد حسن، استشاري جراحة العظام والمفاصل والمتخصص في جراحة زراعة وإعادة زراعة الركبة. شكرا جزيلا لوجودك معنا دكتور طارق. شاكر لك. الله يسلمك، شكرا لك. الشكر موصول لكم أنتم أيضا مستمعين الأعزاء، نلقاكم على خير بإذن الله تعالى في الغد. تقبلوا تحياتي، أنا نشوى السكري ومخرج هذه الحلقة أحمد موسى، في حفظ الله ورعايته.